الحمد لله والفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فهد المبسوط الدرر الغرر بالهدايا ومن البدايا وإليه النهايا بحمده الوقايا ونقاية الدرايا وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف عربي خطبہ سن کے نچن لگ پوندے جدوں کمال ہے فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومرات الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنزائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهلي وحزبي مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔